السلام عليكم ورحمة الله. كيف يجامع الرجال الحور العين في الجنة؟ وهل ينجبون أولاد؟ أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى أن أقل أهل الجنة نعيما لا يظن نفسه أنه أكثرهم نعيما. وإن مما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الحور العين، قال تعالى في سورة الدخان الآية رقم 54: كذلك وزوجناهم بحور عين. لكن هل يجامع الرجل زوجاته من الحور العين؟ وكيف يجامعهم؟ وهل ينجب منهم أولاد وذرية؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. الحور العين في غاية الجمال، حتى أن مخ ساقيها ليرى من تحت الثياب، وكل رجل يدخل الجنة له زوجتان من الحور العين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على أثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. رواه الترمذي. وصفهم المولى عز وجل في القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة الواقعة: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. صدق الله العظيم. ويجامع الرجل في الجنة زوجاته من الحور العين وزوجاته من أهل الدنيا إذا دخلنا معه الجنة، ويعطى الرجل قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. رواه الترمذي. أما الولد أو إنجاب الأولاد والذرية فقد اختلف أهل العلم هل يكون ولد من الجماع أم لا، فقال بعضهم إنه يكون الولد إذا اشتهاه الرجل، ويكون الحمل والوضع في ساعة، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما اشتهى. رواه الترمذي. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة، ويباعد بيننا وبين النار، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، إنه هو العلي القدير. هذا هو جماع الرجل لزوجاته وللحور العين في الجنة، وكيف ينجب ذرية وأولاد. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.